السلام عليكم. انا دلوقتي في مطار الرياض، مطار الملك خالد، ومعايا مشكلة. انا كنت جاية على الطيران الكويتي. الطيران الكويتي البنت بتاعت البوردة عملت معايا مشكلة. كانت طيارتي الساعة 7، عملت معايا مشكلة على الشنط. فجيت بتكلم معاها بقول لها الشنط خلاص خدي وزنك، والوزن اللي مش عاجبك او مش عايزه تنزليه خلاص بلاش منه، انا هنزله وارميه. نزلت الشنط وخلاص، قلت لها خلاص شوفي خدي الشنطتين اللي هما اللي معاكي وخلاص. اتكلم باسلوب زباله قوي واسلوب وحش. بتكلم معاها بقول لها انت ليه بتتكلمي كده وبتتكلمي بالاسلوب ده وبتتكلمي معانا بتكلمي معايا ليه بالاسلوب ده؟ قالت لي مطلوب مني ايش؟ ابوس القدم؟ قلت لها لا مش مطلوب منك تبوس القدم، بس المطلوب منك تتعاملي معانا باحترام، تتكلمي معانا بادب. راحت رده قالت لي انا ما بحترم ما ثروه. قلت لها واحنا كمان ما بنحترمكوش، واحنا ما بنحترمكوش. وقفت في قلب المطار قعدت ازعق، طبعا استفزتني، احنا لا بنحترم لا بنحترم المصاروه ولا بنحترم رئيسهم. قلت لها يا ستي ولا احنا بنحترمكم ولا بنحترم رئيسكم. راحوا موقفين لي الحجز وموقفين لي الطيران. قعدت بقى ازعق، احنا بنحترمكم، احنا بنشيلكم على راسنا، احنا بنعمل لكم، احنا بتيجوا مصر بنحطكم على دماغنا، انتوا بتعملوا معانا ليه كده؟ احنا بنشيل كل البلاد على دماغنا، احنا ما بنسيبش ما بنقصرش معاكم، انتوا ليه بتعملوا معانا كده؟ طبعا الناس اتلمت والشرطه السعوديه اتلمت واللي من هنا اتلم واللي من هنا اتلم، ما فيش حاجه حصلت. كل اللي هم قدروا يعملوه او قدروا يعملوه معايا طب خلاص خلصوا لي الاجراءات ودخلوني الايه؟ الطياره. فوجئت بعد ما دخلت الطياره زي ما وريتكم في الصوره كده اللي انا عملتها. طبعا انا كنت خارجه مش فاهمه انا خارجه ليه. لقيتهم بيقولوا لي انا هنا اهوت في المطار بتاع الرياض. انا ايه اللي حصل؟ طيب قالوا لي طيب بعد ما خلصت طب هاتي البوردن. اديتهم البوردن بتاع الطيران، فلقيته بيقول لي طب اتفضلي حضرتك وهاتي اغراضك. فقلت له ايوه ليه؟ قال لي ليكي اغراض تاني على الطياره. قلت له لا ماليش اغراض تاني. قال لي طب يلا ايه فوتي. قلت له ماشي. خدت الحاجة وطلعت على اني ايه في حاجة وهو هيكلموني فيها او في مشكلة او في حاجة تانية. يعني انا ما تخيلتش ان ايه حوار البت تحت، وان انا قلت لهم انتوا زي ما انتوا ما بتحترمناش احنا ما بنحترمكوش وما بتحترموش رئيسنا احنا كمان ما بنحترمش رئيسكم. لا ده كده انت غلطتي بقى وغلطتي في البخاري، يعني ما ينفعش ان احنا يتغلط فينا وما ينفعش. لا انت غلطتي ومش ما غلطتي. قلت له لا وهي غلطت فيا، غلطت في بلدي وغلطت في رئيسي وغلطت في بلدي، وانا ما اسمحش ان حد يغلط في بلدي زي ما هي غلطت في بلدي. انا ما كلمتهاش وما غلطتش فيها، انا بقول لها احنا ما بنشحتش منك. قالت لي انتوا اصلا يا مصر وشحاتين، يعني انتوا اصلا يا مصر وشحاتين، واحنا ما بنحترم المصر ولا بنحترم المصر ولا بنحترم رئيسهم. ماشي. وانا دلوقتي في مطار خالد الملك خالد في الرياض، وطلعوني من الطياره كانوا رايحين ياخدوا البوردن والبتاعة، طبعا خدتهم رحت شايلاهم، وعايزين ياخدوا الجواز بتاع السفر. جم الشرطة السعودية قالوا لي احنا مالناش ذنب في حاجة، دي شركة الطيران، المشكلة انت معاكي مش معانا احنا. طيب احنا مش شركة طيران، مطلوب منك دلوقتي انك ايه ان احنا نختم لك الجواز ونخرجك بره مطار الملك خالد. قلت له طيب انا اخرج بره المطار اعمل ايه؟ انا جايه المطار عشان اسافر بلدي، انت دلوقتي موقفني هنا، انت ختمت لي. انا دلوقتي مطلوب مني انا اعمل ايه في المطار هنا؟ ماشي. اعمل ايه في المطار هنا؟ اعمل ايه في مطار بلد هنا وانا اصلا ماليش مصلحه هنا؟ انا خلاص انا كنت هنا وماشيه وجايه سياحه، جايه بفلوسي، محدش اداني حاجه، احنا مش شحاتين، احنا يا مصريين مش شحاتين، احنا طول عمرنا خيرنا على البلاد كلها، احنا طول عمرنا شعب خيرنا على البلاد كلها. وكنا بنيجي كانت الناس تقول لي لا كنت سكتي كنت عملتي، لا ما اسكتش،
لا ما اسكتش، ما اسكتش على اهانة بلدنا، وما اسكتش على اهانتنا، وما اسكتش على ان احنا نتهان ولا رئيسنا يتهان في اي دولة، لان احنا اللي علمنا الناس يعني ايه تتكلم ويعني ايه تتعلم. ما يجوش هم يعملوا علينا اسياد. ماشي، انا لو انا هتقتل مش هروح بلدي، لو مش هتحبس، لا لو هتقتل وحد يجي على كرامتي وكرامة بلدي انا اموت اموت، ومحدش يجي ومحدش يقول لي كلمة وما اعرفش اردها، محدش يشتمني ويغلط فيا. الشركة الكويتية، الشركة الطيران الكويتي أسوأ طيران على مستوى العالم، محدش يركبه أبدا، مفيش مصري يركبه أبدا. الطيران الكويتي أوسخ وأسود، أسوأ طيران تركبوه. الطيران الكويتي ناس بتعمل ضد بلدنا، ناس بتكرهنا، ناس بتكره بلدنا، ناس بتكره المصريين. قالتها لي كده، انتوا شحاتين، ها انتوا شحاتين، واحنا ما بنحبكم ولا بنحب بلدكم. ماشي، احنا اللي عملنا منهم كده. تمام، دلوقتي انا في المطار ومش عارفه اعمل ايه، ومش عارفه انا دلوقتي الشرطه السعوديه مطلوب مني ان انا اطلع اخرج بره، يعني اختم جوازي وادخل المملكه تاني. طب انا ادخل سيادتك المملكه تاني اعمل ايه؟ انا ست جايه قضيت عمرتي، معايا تاشيره سياحية سنة وقضيت عمرتي وجيت، مطلوب مني ان انا اجي هنا اعمل ايه؟ مطلوب مني ان انا اقعد في الرياض ليه؟ مطلوب مني ان انا استنى اهانة بلدي ليه؟ علشان ايه؟ انا واحدة ما جاية بفلوسي، مش جاية حد مديني فلوس، تتعامل معايا بقلة ادب وبقلة ذوق ليه؟ تشتمني وتشتم بلدي ليه؟ مطلوب مننا ان احنا نطاطي يا مصريين؟ مطلوب مننا يا سيادة الرئيس يا سيسي، مطلوب مننا ان احنا رقبتنا تبقى في الارض، ولا مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا ان احنا ندوس على كرامتنا عشان خاطر نعرف نعيش وسط الدول؟ احنا طول عمرنا فوق الناس دي كلها، احنا حضارة 7000 سنة، محدش يهمنا ابدا، احنا حضارة 7000 سنة. ما تجيش واحدة ما تسواش 3 جنيه تشتمنا وتهني وتقول لي انتوا يا مصاروة شحاتين، انتوا يا مصاروة شحاتين، ولما ارد عليها تتلغي تذكرتي وتتلغي طيارتي، وابقى في الشارع والاقي نفس الساعه كام بالليل وانا واقفه في الشارع، ولحد دلوقتي مش عارفه مصيري هيكون ايه مع الجماعه السعوديين. الشرطه السعوديه بتقول لي مطلوب منك تغادري تدخلي الارض الـ الارض الـ ارض المملكه. ادخل ارض المملكه سيادتك اعمل ايه؟ انا مطلوب مني ان انت تروحني بلدي، توديني بقى التوك توك، توديني بتاع، انا مش مشكلتي، انا ختمت جوازي وجوازي معايا، ماليش دعوه، ماليش دعوه انا هروح فين ولا اجي منين، انا مطلوب مني اروح بلدي، مش مطلوب